محمد متولي الشعراوي. محمد متولي الشعراوي عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، ولقب بإمام الدعاء. من مواليد 15 ربيع الأول عام 1329 هجرياً، 15 إبريل عام 1911 ميلادياً، بقرية دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمصر. ينتمي الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى أسرة ريفية تعيش على زراعة الأرض، وكان منذ صغره يساعد إخوته في الزراعة. أتم حفظ القرآن الكريم في عام 1922 وهو في سن 11 من عمره. التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري وحصل على شهادة الابتدائية عام 1923، ثم دخل المعهد الثانوي الأزهري ورشح أن يكون رئيساً لاتحاد الطلبة ورئيساً لجمعية الأدباء بالزقازيق. تزوج محمد متولي الشعراوي وهو في الثانوية بناء على رغبة والده الذي اختار له زوجته، ووافق الشيخ على اختيار والده لينجب 5 أبناء، 3 أولاد وبنتين. الأولاد هما سامي وعبد الرحيم وأحمد، والبنتان فاطمة وصالحة. كانت نقطة تحول في حياة الشعراوي عندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة. التحق بكلية اللغة العربية عام 1937، وكان منشغل ومهتم بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية. فحركة مقاومة المحتلين الإنجليز عام 1919 قد اندلعت من داخل الأزهر الشريف، ومن الأزهر خرجت المنشورات التي تعبر عن سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين. ولم يكن معهد الزقازيق بعيداً عن قلعة الأزهر، كان يتوجه وزملائه إلى ساحات الأزهر ويلقي بالخطب، مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة. تخرج من الكلية عام 1940 وحصل على العالمية في إجازة التدريس عام 1943. بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بالزقازيق، ثم المعهد الديني بالأسكندرية. وبعد فترة وخبرة طويلة انتقل الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 1950 ليعمل أستاذاً للشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وبعد 10 أعوام وفي عام 1960 عين وكيلاً لمعهد طنطا الأزهري، ثم مديراً للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف عام 1961، كما عين مفتشاً للعلوم العربية بالأزهر الشريف عام 1962، وعين مديراً لمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون عام 1964، كما عين رئيساً لبعثة الأزهر في الجزائر عام 1966، وعين أستاذاً زائراً بجامعة الملك عبدالعزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1970، كما عين رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عام 1972، وعين وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر بجمهورية مصر العربية عام 1976، وعين عضواً بمجمع البحوث الإسلامية عام 1980. اختير عضواً بمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية عام 1980. يعد الشيخ محمد متولي الشعراوي أول من أصدر قراراً وزارياً بإنشاء بنك فيصل كأول بنك إسلامي في مصر، كما عرضت عليه مشيخة الأزهر وعدد من المناصب الأخرى في الدولة الإسلامية، لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية. كان الشعراوي عاشقاً للغة العربية، حيث عرف ببلاغة كلماته وبساطة أسلوبه، وتم اختياره عام 1987 عضواً بمجمع اللغة العربية، كما كان له باعاً طويلاً مع الشعر، فكان يجيد التعبير بالشعر في المواقف المختلفة، كما استخدمه أيضاً في تفسير القرآن الكريم وتوضيح معاني الآيات، حيث بدأ بتفسير القرآن الكريم على شاشات التلفاز عام 1980، إلا أنه انتهى عند أواخر سورة الممتحنة وأوائل سورة الصف، حيث حالت وفاته دون أن يفسر القرآن كاملاً. والجدير بالذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي نال خلال مشواره العديد من الجوائز والأوسمة، حيث حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عامي 1983 وعام 1988،
ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لبلوغه سن التقاعد عام 1976، كما حصل على الدكتوراه الفخرية في الأداب من جامعتي المنصورة والمنوفية. وفي يوم 17 يونيو عام 1998 وبعد رحلة طويلة مع المرض، توفى الشيخ محمد متولي الشعراوي عن عمر يناهز 87 عاما. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.